لنقاش هذا الموضوع أرحب بضيفي من لندن، السيد عادل درويش محرر الشؤون البرلمانية، ومن لندن أيضا السيد جون ماكيوغو الباحث والمؤرخ. مساء الخير، مرحبا بكما. أبدأ معك سيد عادل درويش. اسكتلندا كانت صوتت ضد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، وكما يبدو الآن المزاج العام في اسكتلندا أيضا لا يرى منفعة كبيرة من هذا الاتفاق الموقع بين لندن وبروكسل. هل تتفق بأن الظروف ربما تبدو مهيئة في شمال المملكة المتحدة للضغط أكثر باتجاه الذهاب مجددا نحو استفتاء الانفصال؟ يعني أولا عندما نقول أن اسكتلندا صوتت بالبقاء في الاتحاد الأوروبي، للتوضيح اسكتلندا لم تصوت كاسكتلندا. اسكتلندا صوتت كالدوائر الاسكتلندية ضمن تصويت عام للمملكة المتحدة ككل. وبالتالي فالنتيجة هي الخروج من الاتحاد الأوروبي ككل. النقطة الثانية، لا ترتفع أصوات في اسكتلندا سوى صوت واحد والحزب القومي الاسكتلندي. وكما تعلم زعيمته نيكولا ستيرجن هي زعيمة ديماغوغية شعبوية، وحتى إذا لم يكن هناك بريكزيت فكانت ستبحث عن مبرر آخر لحلمها بتفكيك المملكة المتحدة والاستقلال، لأن كلمة الاستقلال عن بريطانيا ستبقى والبقاء في الاتحاد الأوروبي يعني تبعية لسيد آخر هو بروكسل. في الانتخابات الأخيرة العام الماضي تقريبا، منذ عام تقريبا، والتي لم تطرح نيكولا ستيرجن ورقة الاستقلال كورقة أساسية في الانتخابات، فهي ورقة قد تلوح بها إذا كانت الظروف ملائمة، أما إذا لم تكن الظروف ملائمة فلن تلوح بها. لكن سيد عادل، حين تكون غالبية المناطق الاسكتلندية صوتت لصالح البقاء داخل الاتحاد الأوروبي، ألا تتفق بأنه هذا يعكس بأنه المزاج العام هناك هو فعلا كان يرغب بهذا السيناريو؟ لا، المزاج العام عندما لأن كانت المصالح الاقتصادية بذلك، دوائر الصيادين بالمناسبة، دوائر صيد الأسماك لم تصوت، صوتت بالخروج وصوتت الحزب المحافظين. وطوال بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي لم نسمع مرة واحدة من الحزب القومي الاسكتلندي محاولة إعادة حقوق الصيادين التي اتخربت بيوتهم وارتفعت البطالة بينهم لأنهم فقدوا مصايد الأسماك. وبالتالي فإن هو ما نعتبره حق يراد به باطل هي مسألة شعبوية تلوح بها نيكولا ستيرجن وحزبها القومي الاسكتلندي. عموما هناك اتفاقية البرلمانين، البرلمان الاسكتلندي والبرلمان بريطاني، في من اكثر من 300 عام بالانتقال وان يكون هناك تمثيل واحد، وبالتالي فهي مرحله قانونيه بالغه الصعوبه، اعتقد ليس بقدره نيكولا ستيرجن الاقدام عليها الا اذا كانت متاكده 100% ان الاصوات ستكون لصالحها. سيد جون، مساء الخير، مرحبا بك معنا. ما رأيك، دعوات جديدة لذهاب اسكتلندا نحو استفتاء ثان على الانفصال عن المملكة المتحدة، كيف ترى الآفاق والفرص فعلا أمام هذه المحاولة الجديدة؟ نعم يحدث، ولكن في شهر مايو القادم الأمر يعتمد إذا سوف يحصل الحزب الإسكتلندي على الغالبية أم لا. إذا حصلوا والناس تعتقد أن ذلك سوف يحدث بالفعل، أعتقد أن الحكومة الإسكتلندية سوف تضغط للحصول على الاستقلال من المملكة المتحدة، ولكن طبقا دستور لابد أن يحصلوا على موافقة الحكومة البريطانية في ويستمينستر، وبوريس جونسون قد أكد أنه لن يعطي هذه الموافقة، ولذلك فعلينا أن ننتظر لنعرف ما الذي سوف يحدث في شهر مايو القادم. ولكن لابد أن أذكر المشاهدين أيضا بأن نعم لقد انتهى الآن البريكزيت لنمضي قدما في حياتنا، ولكن للأسف هذا لن يحدث. في الحقيقة هناك مسائل خاصة بإسكتلندا
هولندا لاستقلال الاسكتلندي وكذلك استقلال أيرلندا الشمالية. نعم السيدة ستورجن نعم هي بالفعل شعبوية وأنا أتفق مع السيد عادل درويش، ولكن الشعب الإسكتلندي صوت على البقاء في الاتحاد الأوروبي بغالبية كبيرة، وأنهم يعتقدون أن صوتهم لم يسمع من قبل الحكومة البريطانية، ولذلك هناك مشكلة حقيقية. صحيح، هذه القراءة لدى الاسكتلنديين سيد جون بأنه أصواتهم وأصواتهم لا تسمع، وفي ضوء حسم موضوع الخروج من الاتحاد الأوروبي، وفي ضوء ربما القراءة بأنه الاتفاق بين لندن وبروكسل لا يفيد كثيرا الاسكتلنديين وتطلعاتهم، إلى أي مدى حال الذهاب لاستفتاء ثانٍ حال جرى هذا السيناريو فعلا قد تأتي النتائج مغايرة لاستفتاء عام 2014 والذي حسم لصالح البقاء داخل المملكة المتحدة؟ أقول أن النسبة في الحقيقة هي 50%، لا أحد يعرف، هي 50% لذلك أو لهذا. هناك الكثير من التغييرات، وأعتقد أن الأسكتلنديين يعتقدون أن الظروف قد تغيرت بسبب استفتاء البريكزيت والخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وهو أمر مؤسف في الحقيقة بالنسبة لي شخصيا. أعتقد أن هذا هو خطأ تاريخي من قبل الحكومة البريطانية، ولكن هذه نقطة جانبية. نحن نتحدث الآن عن الأسكتلنديين. الشعب الأسكتلندي قد صوت بنسبة 55% للبقاء في المملكة المتحدة. نعم، لقد صوتوا على البقاء في المملكة المتحدة، وغالبية من صوتوا على ذلك هم كبار السن، والعديد من كبار السن قد ماتوا الآن. نعم، سوف يحزنني للغاية أن تنقسم المملكة المتحدة إلى دويلات، ولكن للأسف أعتقد أن هذا أمر محتمل قد يحدث، وللأسف قد تقوم أيرلندا الشمالية بفعل ذلك أيضا. وفي هذه الحالة لن يكون هناك مملكة متحدة وأيرلندا الشمالية، وإنما سوف تكون إنجلترا وويلز فقط. سيد عادل، ما رأيك حال تم الذهاب وهذه فرضية استفتاء ثاني؟ هل ترى الفرص بأنها فعلا 50% مقابل 50؟ طبعا هي اي انتخابات اي استفتاء 50 و50%. اعتقد ان الوضع يختلف قليلا ما بين شمال ايرلندا الشمالية وبين اسكتلندا. ايرلندا الشمالية الحركة الجمهورية الايرلندية تحاول ان تستخدم الاتحاد الأوروبي زي قصة الجرافلو الشهيرة وتمشي وراءها للحصول بالعضلات الاقتصادية الاتحاد الأوروبي على ما تستطيع منظمة الجيش في الجمهورية الإرهابية الإيرلندية أن تحصل عليه. بالنسبة لإسكتلندا الوضع يختلف، كما تعلم أن المعاهدة للاتحاد في 1603، وعندما كان أول ملك الملك جيمس وهو اسكتلندي بالمناسبة هو ملك المملكتين إنجلترا واسكتلندا، ثم معاهدة 1707 عندما أصبح البرلمان ويستمنستر يمثل الاثنين. فهناك روابط تاريخية عميقة وروابط اسكتلندية اقتصادية وزواج. في النهاية الاقتصاد والمصالح ستكون الحكم، وأعتقد قصة نجاح بريطانيا كبلد مستقل خارج الاتحاد الأوروبي في مجالات كثيرة، مثل ما رأينا اليوم، مثلا رأينا اليوم توقيع اتفاقيتين مهمتين، اتفاقية حول جبل طارق واتفاقية التفاهم مع أسبانيا، لأن أسبانيا وعيت مدى مصالحها المرتبطة ثنائيا ببريطانيا، واتفاقية ذهاب السائقين البريطانيين برخصة السواقة رخصة القيادة البريطانية إلى أوروبا، أوروبا وافقت. فمجرد أن تهدأ هذه الهوجة السياسية، لأن الاتحاد الأوروبي كان يفاوض سياسيا ويضغط على البلدان الأخرى في أن تصطف وراء المفاوض جون بارنييه، عندما تهدأ هذه الحالة بعد 4 5 أو 6 أشهر، وعندما تظهر هناك انتخابات في بلدان كاليونان كقبرص
كأسبانيا كالبرتغال، حيث المستثمر البريطاني وصاحب الأملاك والعقارات البريطاني يشكل جزء مهم من الاقتصاد، سنرى بداية تفكك الشروخ هذه الوحدة الأوروبية الاقتصادية ومصالح ثنائية، اتفاقات ثنائية بين بريطانيا وبلدان أوروبية. وهنا سيفهم الإسكتلنديون أن مصالحهم هي الارتباط مع هذه أقوى اتحاد تاريخي تحت علم الاتحاد. والإسكتلنديون على فكرة بالنسبة لنصيب الفرد من الضرائب من الخزانة المركزية هي أكبر نصيب للرأس في كافة الأمم المملكة المتحدة الأربعة. فأعتقد أن الأمر سيستغرق بضعة سنوات مثلما ذكر جون، وفي هذه الحالة ستكون التوازنات الاقتصادية إذا أتيحت فرصة استفتاء آخر. سيد جون، نيكولا ستيرجن كانت ذهبت للقول بأنها لن تمضي أو لن تمضي لتكرار تجربة كاتالونيا بالذهاب لاستفتاء دون التوافق مع المركز. هل يضع هذا الموقف بالضرورة أرضية صحية لنقل للجانبين الاسكتلندي وفي لندن وفي ويستمينستر للجلوس للبحث عن مخارج وحلول لهذه المعضلة، معضلة الاستفتاء؟ نعم، هذا سؤال مثير للاهتمام حقا. نعم، أتفق معك أن نيكولا ستيرجن لن تحاول أن تكرر ما حدث في كاتالونيا، وهذا لأن الاتحاد الأوروبي هو منظمة تلتزم بالقانون، وإسكتلندا ترغب في الانضمام مرة أخرى إلى الاتحاد الأوروبي وعليها أن تلتزم بالقوانين إذا رغبت في ذلك أو رغبت في تحقيق ذلك. ولكن أعتقد أن هذا الأمر سوف يأخذ فترة طويلة، وسوف يقود من محاولة حكومة بوريس جونسون للانتهاء من البريكزيت ووضعه خلفنا والمضي قدما في حياتنا بشكل عادي. أعتقد أن تبعات البريكزيت سوف تستمر لفترة طويلة، وهذا الاستقلال الاسكتلندي سوف يكون من أهم نتائجها. سيد عادل، حين تقول ستيرجن بأنها ستمضي لاستنفاذ كل الخيارات القانونية لانتزاع صلاحيات إجراء استفتاء ثان، وحين تقول بأنها لن تكرر تجربة كاتالونيا، هل أرضية الحوار تبدو متوفرة فعلا بين الجانبين؟ كما قلت، أن كما تعلم الساسة دائما يستغلون أي موقف لترجمته إلى أصوات في الانتخابات في صناديق الاقتراع. هذه الفرصة غير متاحة الآن، ربما تلوح نيكولا ستيرجن بمثل هذه الورقة للحصول على مكاسب من لندن في الميزانية القادمة لمحاولة، لا تنسى أن شعبيتها مرتفعة مع وباء كورونا، وهذا طبعا مسألة مؤقتة، لكن قبل كورونا كانت أدائها بالنسبة للتعليم، بالنسبة للمناطق الصناعية بالغ السوء. فبالطبع الورقة التي ستكسب بها انتخابيا ستلعب بها. هذا من نقطة أخرى بالنسبة لمعاهدة الاتحاد والمعاهدات الاسكتلندية الإنجليزية التي كونت حكومة الاتحاد، تختلف كل الاختلاف عن الوضع في أسبانيا وكاتالونيا، وبالتالي تستطيع القبض على برلمان ويستمينستر، وهذه أيضا مسألة غير مجربة من قبل. مثلما حاول البقائيون إبقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي باللجوء إلى المحكمة والمحكمة العليا والسوبريم كورت والمحكمة السامية وما إلى ذلك، قد تحاول الأمر. هذه أرضية أو هذه كما نقول نبحر في بحار بلا خرائط، فلا يمكن التكهف بما سيحدث. لكن أعتقد أن لا، أمامنا على الأقل 3 سنوات قبل المضي في هذا السيناريو. شكرا جزيلا، نقاشنا لهذا الملف انتهى تماما. اشكرك من لندن السيد عادل درويش محضر الشؤون البرلمانية، ومن لندن ايضا السيد جون ماكيوغو الباحث والمؤرخ. شكرا جزيلا لكما، وكل عام وانتما بألف خير.